احنا دخلنا المنصة مجازفين، يعني احنا كنا من اول يوم دخلنا فيه عارفين ان ده هيحصل في الاخر. والله بجد اول ما دخلتوا عارفين ان ده هيحصل؟ احنا عارفين ان ده نهايته كده، لان اصلا المبالغ العايدة من البرنامج، العايدة من المنصة دي كبيرة جدا. فاللي احنا اصلا داخلين وعارفين، احنا كلنا حتى اللي مدخلاني المنصة معرفاني حاجة زي دي، وانا برضو لما دخلت ودخلت انا وجوزي وافراد عيلتي عارفين ان ده اللي هيحصل. ده دخلتي انتي وجوزك وافراد عيلتك، بالظبط. يعني دخلتوا يعني بكام معلش في الاول خالص اول ما ابتديتي؟ انا اول ما دخلت ب 200 جنيه كتجربة، لاني اصلا كنت مش متخيل، يعني مش متخيلة ان في حاجة موجودة زي كده. ازاي اخش ب 200 جنيه اخدهم 400 جنيه في خلال 20 يوم؟ طب ازاي؟ طب انا هخش واجرب وهجازف، تمام. بعد كده دخلت ب 4000. قلت خلاص هي مجازفة، طالما ال 200 جنيه رجعوا انا هجازف، والسحب شغال والايداع شغال، انا هجازف بال 4000 جنيه، تمام. هم ما يجوش حق تليفون، هعتبر ان انا جبت تليفون وانكسر مني. ماشي. وبعد ما دفعتي ال 4000 دفعت ال 4000 جنيه، رجعوا 4000 جنيه وبزياده، بزيادة تمام. قد ايه؟ ايه؟ بزيادة قد ايه؟ ما هو كل يوم 200، كل يوم على ال 4000 جنيه كانت بيديك 160 جنيه. كل يوم 160 جنيه كان كل يوم بيبعتهم لك، 160 كان جنيه بيبعتهم لك بالجنيه ولا بالدولار؟ هم بنسحب ال 160 جنيه 8 دولار، 8 دولار في اليوم، فبنحولهم، بيتخصم منهم ضرائب 15% لو في طول الشهر، لو ايام الاعفاء الضريبي كان بيرجع لنا المبلغ كامل، بس احنا كنا بنسحب يوم بيوم عشان نضمن فلوسنا. إعفاء ضريبي على إيه يا فندم؟ هم كانوا مفهمين الناس ان في حاجه اسمها اعفاء ضريبي، إعفاء ضريبي على إيه بالظبط؟ ايه؟ إعفاء ضريبي على إيه بالظبط؟ اعفاء ضريبي على العائد بتاعك اليومي، اللي انت اخر اليوم، اخر يوم في الشهر يبقى لك يوم معفي من الضرايب تسحب فيه الفلوس اللي انت عايزها، زي ما هم عملوا اخر يوم في الشهر اللي هي الحكايه دي. هم خرجوا من المنصه اخر يوم في الشهر، بس انتي لو كان شكلك ما خسرتيش فلوس كتير، ما تعورتيش جامد يعني، فالموضوع لا. انا بالنسبة دخلت ايه ده، انا دخلت، انا اول ما دخلت بالاربعه، بعد كده دخلت لوالدي ب 16000 جنيه، اخويا 6، اخويا الثاني 6. دخلتي والدك ب 16000 جنيه؟ يا جماعه ما تركزوا معايا هنا، انا بكلمها. دخلتي ب 16000 جنيه 16000 جنيه والدك؟ والدي دخل معايا على الاكونت بتاعي 16000 جنيه، وبعد كده حوار الصناديق الاخير ده صندوق ب 8000 جنيه عندي انا على الاكونت بتاعي. وبعدين رجعوا 16000 جنيه؟ رجعوا؟ لا ما خدناش حاجه الحمد لله. طب خدتوا اي ارباح على ال 16000 جنيه دي ولا ما خدتوش اي ارباح؟ خدنا انا عاجبني البساطه اللي انت ايه ايه؟ واخده الموضوع، عاجبني ان انت واخده الموضوع يعني بصدر رحب، يعني ما هو خلاص الفكره يعني انت كلها فوتي امرك احنا من لله. اول يوم دخلنا في المنصه واحنا عارفين ان ده حاصل في الاخر. وانا يعني انا لما دخلت امامي كمان، امامي دخلوا معايا، هم جم طلبوا مني اذا ما انت داخله دخلينا، قلت لهم يا جماعه بلاش نخش بالارقام الكبيره، خلينا في ارقام قليله عشان اللي هيحصل في الاخر مش هنقدر نستحمله، فخلينا في ارقام صغيره كده، ايه يعني ما نزعلش عليها. طب امال مين اللي اقترح على والدك يدخل ب 16000 جنيه، انت ولا لا هو؟ هو بابايا قال لي انا اخش هي مجازفه، ويا جم يا راحم وراحوا. وراحوا الحمد طيب لله. ده في ناس راحت.